لو الحكاية فيها إن فيديو في العلوم والتكنولوجيا المتمثلة في جوائز النيل، جوائز التقديرية، جوائز التفوق، جوائز التشجيعية، وأيضا جوائز الرواد لعام 2017 لجوائز الشباب الباحثين الأفارقة وجوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعام 2017. تم عرض اللجان أو نتيجة عمل اللجان اللي رأت في كل المجالات، وتم اعتماد الأسماء المرشحة والأسماء التي فازت بهذه الجوائز، وكانت جائزة النيل متمثلة في جائزة واحدة، جائزة الدولة التقديرية 9 جوائز، جائزة التفوق 7 جوائز، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم المختلفة 32 جائزة لوجود جائزة مناصفة. إجمالي عدد الجوائز اللي تم منحها في 2017 48 جائزة. تفصيل الجوائز، الحقيقة جائزة النيل تم حق جائزة النيل في العلوم، وتم اعتماد جائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وفاز بها الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر علي صبح، وهو أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، جائزة واحدة وهي جائزة النيل. جائزة الدولة التقديرية وهي مقسمة إلى 5 جوائز في العلوم المختلفة. أولاً في العلوم الأساسية فاز بها الأستاذ الدكتور نبيل عبد المجيد محمود صالح، وهو أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. أما في العلوم الزراعية فاز بها الأستاذ الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. ثم في العلوم الطبية جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية فاز بها الأستاذ الدكتور تيمور مصطفى إبراهيم أبو هندي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة. وفي العلوم الهندسية تم حق الجائزة. أما في العلوم الطبية أيضا فاز بها الأستاذ الدكتور أسامة أحمد محمد علي بدارة، وهو أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس. استكمالا لجوائز الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، في العلوم الأساسية الأستاذ الدكتور شريف حسين عبد الرازق قنديل، أستاذ متفرغ لمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية. في مجال العلوم الزراعية الأستاذ الدكتور دسوقي أحمد محمد عبد الحليم، وهو أستاذ باحث بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب. في العلوم الطبية الأستاذ الدكتور هشام جابر العناني، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة. في العلوم الهندسية أستاذ الدكتور أمير فؤاد سوريال عطية، أستاذ بهندسة القاهرة. وأيضا في العلوم الطبية الأستاذ الدكتور ألفة جميل أحمد شاكر، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. استكمالا لجوائز الدولة للتفوق وهي 7 جوائز في العلوم المختلفة. أولا جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية الأستاذ الدكتور عادل محمد محمود أحمد عوض، أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس. جائزة العلوم الزراعية للتفوق الأستاذ الدكتور جمال محمد أحمد المصري، أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة قناة السويس. جائزة العلوم الطبية الأستاذ الدكتور شريف محمد فاروق أحمد الخميسي، أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وفي مجال العلوم الهندسية جائزة الدولة للتفوق في العلوم الهندسية من نصيب الأستاذ الدكتور مصطفى أمين عبد العظيم يوسف، أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. جائزة الدولة للتفوق في العلوم المختلفة أيضا العلوم التكنولوجية المتقدمة فاز الأستاذ الدكتور محمد علي فرج، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد السيد محمد الخولي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور أحمد توفيق إبراهيم المتولي، أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية، بجوائز الدولة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة. جائزة الدولة التشجيعية وعدد الجوائز 40 جائزة في مجالات مختلفة. الجائزة في العلوم الرياضية الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمود علي عبد الله، وهو مدرس بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي. جائزة العلوم الفيزياء من نصيب الدكتور حسن شكري أحمد.